توج الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي الطفل الجزائري محمد عبد الله فرح البالغ من العمر 7 سنوات فقط، والفائز بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي. الطالب الجزائري أتم قراءة وتلخيص 50 كتاب وفي فترة وجيزة وهو بالصف الثاني بإحدى المدارس الابتدائية بمدينة قسنطينة شرقية الجزائر، ووصل إلى النهائيات بعد تفوقه على أكثر من 610,000 طالب وطالبة شاركوا جميعهم بالتحدي على مستوى الجزائر، كما حازت مدرسة طلائع الأمل الثانوية من فلسطين على جائزة 1,000,000 دولار لتميزها في هذا التحدي.